معي عبر الهاتف من الرياض دكتور فهد سعود اليحيى، استشاري الطب النفسي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور فهد. إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع من الشق النفسي مع حضرتك، إلى أي درجة هناك نفسية الشخص تلعب دورا بارزا بالشراء، يعني حتى مع تحذيرات، مع وجود ثغرات، مع كل ما يحكى، يعني حجز الهاتف قبل إصداره حتى والتباهي، إلى أي درجة نتحدث هنا عن عامل نفسي؟ مساء الخير وشكرا لكم وتحياتي للمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. العامل النفسي والاجتماعي أساسي هنا. الإنسان بطبيعته يحب أنه يكون متميز، يحب أنه يحصل على شيء مختلف، يحب أنه يكون من الأوائل في هذا أو ذاك. تلاقي سيارة عادية يقوم حط عليها خطين مثلا بالأزرق ولا بالأصفر، القلم، الساعة، الأشياء، يحب يكون متميز ومختلف فيها. من هنا أيضا يجي هذا الاندفاع للحصول على الشيء الأول عشان يتميز عن غيره، أنه حصل على هذا الشيء قبل الآخرين. في عامل آخر وهو عامل نفسي ويدخل فيه علم النفس الاجتماعي بشكل كبير أيضا، اللي هو الضغط الإعلامي، الترويج القوي. يعني سطوة الإعلام سواء بشكلها المباشر أو غير المباشر، سطوة الإعلام قصدي بشكله المباشر أو غير المباشر، يدعو إلى يحفز الشخص على هذا الشيء. فعندما يكون في ترقب وكلام عنه واستعدادات، هنا يتطلع الشخص إلى الحصول عليه وينسى الكلام عن التحذيرات، وإنه لسه زي أي منتج جديد في كل، في سواء نسخ الكمبيوتر ولا سواء في التليفونات، إنه يكون في هناك ثغرات ومع ذلك ينساها، لم يكون الجانب الطاغي هو جانب الحصول على هذا الشيء. الشق النفسي إلى أي درجة هو مرتبط دكتور فهد بكل أنواع المشتريات، بغض النظر إذا كان هاتفا جديدا أو أي شيء آخر ما نتحدث عنه؟ نعم، شوف يا سيدتي، مثلا زمان لما كانت هاري بوتر كانوا الناس بينتظروا في الليل جنب المكتبة عشان يشترون النسخة أول ما تنزل. ايضا لما يكون في هناك تخفيضات في هارتس ولا ما نعرف فين، اتوارد راس بريطانيا، تلاقي الناس بينتظروا من البدايه. نزعه الاستهلاك زايده عندنا ونزعه الشراء موجوده عندنا، فبالتالي بسطوه الاعلام ايضا مره اخرى اقولها، والسطوه الاجتماعيه، يعني ليس هناك نظره واقعيه، فبالتالي هنا يكون التوجس من انه لا يحصل على هذا الشيء، يخاف انه ما يحصل عليه من كثرة الدعاية والإعلان عن هذا الشيء. ما تشوف دائما في الإعلانات بادر على الحصول على نسختك، ولا بادر الحصول على الجهاز، الكمية محدودة، بادر الحصول على التذكرة، الكمية محدودة. ترسخت عندنا في أذهاننا، في العقل اللاواعي أو ما دون الوعي المجتمعي، عملية أنه احرص، اسبق الآخرين، قد تفوتك الفرصة، وهذا يسرع من تسرعهم الموجود أصلا في الإقبال على هكذا منتجات جديدة. نعم بالطبع بالطبع، هذا هو. وهنا بيلعب، يعني لا يوجد بورد للإعلام في أي شركة كبيرة إعلامية إلا يكون فيها ناس متخصصين في علم النفس الاجتماعي. أنا أشكرك جزيلا من الرياض دكتور فهد سعود اليحيى، استشاري طب النفسي.